بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. أقدم اليوم لكم المحاضرة رقم 21 من السلسلة المصورة لمادة Numerical Analysis، والتي سنبدأ بها بموضوع جديد الذي يسمى Numerical Differentiation، التفاضل الرقمي. وإن شاء الله الموضوع سهل، هو مجموعة قوانين ليست بالصعبة، عمليات حسابية بسيطة. لن نقوم بدراسة هذا الموضوع كما درسته بكالكولاس 1 وكالكولاس 2، وإنما سنتناول هذا الموضوع بحل وإيجاد الديريفاتيف أو الاشتقاق للعديد من الفانكشنز مستخدمين النيوميريكال ديفرنشيشن. راجيا المتابعة والاهتمام، متمنيا لكم جميعا كل التوفيق. الآن بدنا نبدأ بشيء يسمى الديريفاتيف. الديريفاتيف هي المشتقة، والنيوميريكال ديفرنشيشن هو التفاضل الرقمي. هلا لو بدنا نفسر المشتقة رياضيا أو هندسيا، المشتقة الديريفاتيف تعني كما هو أمامك the slope formula، اللي هي المشتقة الرياضية عند نقطة ما تمثل السلوب أو الميل لهذا الاقتران في النقطة اللي إحنا ذاكرينها. فالآن الديريفاتيف the slope formula for a function y equal f of x. طبعا المشتقة بتعرفوا كيف برمزوا لها في الرياضيات، اللي هي y تساوي مثلا او y برايم هي نفسها هي f برايم. هنا ليست y، وانما ساقوم بتعديلها واكتب هنا f برايم، اللي هي ال y برايم هي ال f برايم ل x، اللي هي الان معادلة خط المستقيم للاقتران f of x عند النقطة x. مثلا الآن هذا الفانكشن f of x يساوي x تكعيب، فمشتقته زي ما بتعرفوا هي 3 x تربيع. فإذا المشتقة الآن هي تمثل السلوب أو الميل لهذا الاقتران في نقطة معينة. الآن هنا حاولت أنا هنا أجمع لكم بعض الـ derivative rules، قوانين الاشتقاق. طبعا هنا بتهمنا فقط عندما بس بدي أقارن الـ numerical solution بالـ analytical solution، يعني بدي أشوف الجواب اللي طلع من خلال numerical مع الجواب الصحيح. فهاي القوانين ممكن الآن تفيدنا عند عملية المقارنة وحساب الـ absolute error أو relative error. مثلا حكينا إن هنا f of x تساوي k، طبعا k k belongs to R اللي هي R real numbers، يعني إذا ال k كانت ثابتة فالمشتقة تساوي صفر. إذا كانت ال f of x تساوي x، ال derivative يساوي واحد. إذا كانت x قوة k يعني بولونوميال مثلا بالمشتقة k في x k ناقص واحد، هذا كله طبعا بتعرفوه. واحد على اكس مشتقتها واحد على اكس تربيع، جذر اكس واحد على اثنين جذر اكس، هذه المشتقة. لن الاكس يساوي واحد على اكس، لوغاريتم الاكس للبيس اي تساوي المشتقة واحد على اكس في لن الاي. طبعا مشتقة الاي اوف اكس هي نفسها، وهي الطلاب بحبوها لانها الاف اوف اكس والاف برايم لاكس زي بعض. f of x تساوي a، طبعا ال a هنا قيمة ثابتة يعني exponential، فمشتقتها a of x لأن ال a طبعا الساين كوساين، والكوساين مشتقتها ماينس ساين. الأصل هاي الأشياء بتعرفوها يوم أخذنا للنيوتنز ميثود، يوم بلشنا نطلع السوليوشن اوف نون لينير ايكويشنز بشابتر رقم 2 سابقا. التان اللي هي الظل سيكنت تربيع اكس، الارك ساين واحد على اك واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع، والارك تان الاف برايم لها واحد على واحد على اكس تربيع. هاي القوانين لازم تكون بين ايديك طبعا، وانت تلجأ لها
في حالة بدك تعمل comparison between the numerical solution and analytical solution، أو إذا طلب منك إنك تشكل table إذا أعطاك الـ f of x. الآن أعزائي الطلبة، خلني أراجعكم بكيف بنطلع slope of a line، كيف بنطلع الميل لخط مستقيم، وهذا درستوه في مراحل دراسية مدرسية قديما، وقد تكون درستوه في الجامعة في مكان ما، لكن خليني اليوم أحب أراجعكم في هذا الموضوع، لأن فكرة الـ numerical differentiation مبنية على موضوع الـ slope of a line. فالآن يقول لي let's look at a diagram. هل الآن بدنا نبدأ نرسم ونشوف كيف بيتم الشغل وكيف بيتم حساب الـ slope. الآن هذا الخط الأزرق هو الـ x axis، وهذا الخط الأخضر هو الـ y axis أو هو الـ f of x. الآن بدي أرسم خط مستقيم، هذا هو اللاين، هذا اللاين، وبدنا نطلع له السلوب أو الميل. فالآن بدنا ناخذ نقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة، هذه نقطتين. الآن هذه النقطة خلينا نسميها x1، والآن لنعتبر هذه المسافة من هنا إلى النقطة الثانية هاي اللي هون خلينا نسميها h. الآن إذا هذه النقطة x1 ومشينا نحو اليمين h، فالنقطة هاي راح تكون x1 plus h، هذا اللي بدنا ننتبه إله. إذا هذه النقطة x، والdistance between these two points at x axis equal h، then the next point is equal x plus h، هذه النقطة. الآن هذه النقطة x1 بدنا نشوف الآن صورتها في ال y axis، هي إذا هي f لل x1، يعني لو هاي 5 بتكون هاي f للـ5، وهذه النقطة راح تكون f ل x1 plus h. الآن أصبح في عندي هنا مسافة بين هذه النقطة وبين هذه النقطة، هذه المسافة والتغير في y، يعني الـ f of x كانت هون أصبحت هنا، هاي بدنا نسميها الآن delta y أو change in y. وهذه المسافة على الـ x-axis بين x1 و x1 plus h اللي هي h، وبدنا نسميها الآن دلتا x. فالآن في الرسم الآن زي ما بتلاحظ وضعنا كل شيء. الآن الميل لهذا الخط اللي هو السلوب، القانون الخاص به يساوي دلتا y على دلتا x. خلينا نعوض محل دلتا y، دلتا y اللي قلنا الفرق بين this point and this point اللي هو f x plus h، هذه النقطة العليا ناقص هذه النقطة السفلى ناقص f x 1 طبعا على دلتا x. دلتا x هو الفرق بين هذه النقطة بين x 1 وبين x 1 plus h، الفرق بينهم راح يكون هو h، لأنه الآن لو كتبت الآن الفرق اللي هو x1 plus h ناقص النقطة اللي قبلها هي x1، طبعا بتروح هاي مع هاي ويبقى بالأخير عندنا هو h، هذا اللي هو اللي سميناه الآن change in x. فحطينا الآن هنا تقسيم h، وهذه الآن المعادلة اللي راح نبني عليها كل شغلنا في الـ numerical differentiation. هذا اللي اشتغلناه الآن أمامكم، هذا الآن يسمى الـ forward difference اللي هو الفرق للأمام. مثلا ليه سماها forward؟ لأني أنا أخذت الـ x1 النقطة اللي بدي إياها مع النقطة التي تليها الـ next point، يعني تحركت من x1 باتجاه اليمين، أخذ النقطة x1 مع النقطة التي تليها وليس التي تسبقها، النقطة التي تليها. فهذا الآن يسمى الفورورد ديفرنس. بعد شوي راح أشوف الباكورد ديفرنس، يعني بناخذ النقطة هاي مع النقطة التي تسبقها. الآن سنبدأ مرة أخرى بعد ما أنهينا موضوع الفورورد ديفرنس، الآن بدنا ناخذ الباكورد ديفرنس. وزي ما حكيت قبل قليل، بدي أخذ الآن x1 مع النقطة التي تسبقها وليس التي تليها. x1
مع النكست بوينت، يعني النقطة التي تليها، هذا يسمى الفورورد ديفرنس. فراح نعيد الكلام اللي أخذناه قبل قليل كما هو. لاحظ الآن كل شيء الآن نفسه، هذا اللاين. الآن بنأخذ نقطة، نقطتين. الآن هذه النقطة بدنا نسميها X1. فلاحظ الآن، فبدي أخذ الآن X1 مع النقطة التي تسبقها وليست التي تليها. وإذا افترضنا برضو أن هذه المسافة من هنا لهنا تسمى H، فالنقطة هذه تسمى الآن X1 ناقص H. بجوز هذا الخط لازم يزاح نحو اليمين شوي حتى يمثل أن هو المسافة بين X1 وبين X1 ناقص H. الآن خلينا نطلع المابينج للنقاط. هذه النقطة المابينج تاعها F X1 ناقص H، وهذه النقطة الآن F of X1. لاحظ كل شيء كما عملناه قبل قليل. هذا الآن كما تكلمنا قبل قليل، هذا يسمى الآن الديفرنس أو التشينج إن واي، وهو الآن هذه النقطة ناقص هذه النقطة، وهذا يسمى الآن التشينج إن إكس. الآن قانون السلوب أو الميل، دلتا واي على دلتا إكس يساوي، الآن بدنا نعوض، بناخذ الآن القيم العليا هنا بالدلتا واي اف اكس 1، طرحنا منها ناقص النقطة السفلى اف اكس 1 ناقص اتش، والدلتا اكس هي اتش. وهذا الآن يسمى الباكورد ديفرنس. في خطأ هنا، حرف الاي هذا خطأ، باكورد ديفرنس. إذن هذا الآن الفرق بين الفورورد أو الباكورد. هل الطالب عندما بده يحل سؤال هو مخير، فإذا في عنده نقطة وفي نقطة تسبقها ممكن يستخدم الباكورد ديفرنس، وإذا في عنده نقطة ونقطة تليها ممكن يستخدم الفورورد ديفرنس حسب طبيعة النقطة اللي إحنا قاعدين نشتغل فيها. أما إذا النقطة كانت هون وأنا مش معطيك أي قيم قبلها ومعطيك قيمة بعديها، معناها أنت مجبر أنك تشتغل forward difference. أما زي هاي الحالة، أنا معطيك القيمة X1 ومعطيك القيمة اللي قبلها واللي بعدها مش معطيك إياها ما شو هي، فأنت الآن مجبر تشتغل الآن ال backward difference. هلا بعد قليل راح نتناول حالة أنه في عندي قيمة مثل ال X1، وفي قيمة قبلها وفي قيمة بعديها، يعني ممكن نشتغلها باكورد ممكن نشتغلها فورورد. هذا الذي يسمى الآن السنترد أو السنترال ديفرنس. تابع معي عزيزي الطالب. الآن أعزائي الطلبة، لنأخذ الحالة الثالثة. إذا هم 3 حالات. الحالة الأولى سميناها الفورورد ديفرنس، يعني عندي نقطة أساسية وهناك نقطة تليها، وهذا سميناه الفورورد ديفرنس. والحالة الثانية، في عندي نقطة أساسية زي الـ X1 ومعلوم معي النقطة التي تسبقها، هذا يسمى الباكورد ديفرنس. والآن في عندي نقطة أساسية مثل الـ X1 وموجود نقطة قبلها ونقطة بعدها، فتابع معي الآن هذا العرض. X axis Y axis. الآن راح يكون عندي هنا الآن 3 points. هذه الآن هي الـ X1، وهذه النقطة التي تليها، وهذه النقطة التي تسبقها. الآن لو افترضنا هذا الـ distance، هاي المسافة h، فالنقطة هاي الآن تسمى X1 زائد h. ولو افترضنا برضو هذه المسافة ثابتة برضو اللي هي h، فالنقطة التي قبلها تسمى X1 ناقص H. إذا هذه القيمة الأساسية X1. الآن ظهر معي في السؤال قيمة تليها X1 بلس H، وقيمة تسبقها X1 ناقص H. الآن خلينا نطلع المابينج. إذا هذه الآن F X1 ناقص H، هذه الآن F X1، وهذه الآن F X1 بلس H.
هلا الآن إذا بنطلع الديفرنس أو التشينج في الواي، بناخذ أعلى قيمة من هون مع أقل قيمة من هون. فالآن هذا الآن يسمى الديفرنس أو التشينج إن واي، اللي هي دلتا واي، اللي هي أعلى صورة أو أعلى قيمة مع أقل قيمة. وهنا برضو هنا الفرق بين القيمة السابقة والقيمة اللاحقة لمين؟ لـ X1. هذا الآن يسمى الـ change in y، اللي هو دلتا، آسف، الـ change in x يسمى دلتا x. لاحظ كتبنا هون الآن تساوي 2h. لماذا؟ لأن المسافة من هنا إلى هنا h، ومن هنا إلى هنا h. أنا بدي الآن الفرق بين x1 plus h و x1 ناقص h. حتى الآن لو طبقتها كمعادلة، خلينا ناخذ القيمة x1 بلس اتش ناقص القيمة الأولى x1 ناقص اتش، فالآن تصبح x1 زائد اتش ناقص x1، طبعا ناقص في ناقص بيطلع الآن زائد اتش. هذه مع هذه بتروح، إن هو x1 هو ناقص x1، والآن بقي عندي اتش وزائد اتش اللي هي يساوي الآن 2h. فالآن بالنسبة لمعادلة الخط المستقيم، لاحظ معي الآن نفس القوانين اللي درسناها سابقا. يقول لي الآن دلتا واي على دلتا اكس، تشينج ان واي على تشينج ان اكس. طبعا التشينج ان واي قلنا بناخذ القيمة العليا، هذه القيمة العليا، هذه ناقص القيمة السفلى، على برضو الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة اللي هو طلعنا 2h. فالآن إذا بدنا نعمل summary كامل، إذا الآن هذا الآن اللي أمامك سميناه الآن centered difference، بحيث أن الـ x1 هي واقعة في السنتر بين x1 plus h و x1 minus h. خلنا الآن نجمع الثلاث قوانين مع بعضهم البعض، وسميناهم الآن الـ 3 main formulas. هاي الآن الـ forward difference. فالآن الـ f برايم اللي هو الـ slope أو الميل يساوي x f x1 plus h ناقص f x1 على h زائد o h. هذه الـ o of h، هاي بنسميها قيمة الإيرور. قيمة الإيرور اللي راح يطلع معنا، لأنه أنا قاعد بشتق مستخدما النيوميريكال ميثودز، فأكيد راح يكون في عندي إيرور بين الابروكسيميت سوليوشن أو النيوميريكال سوليوشن وبين الاناليتيكال سوليوشن. هلا احنا بس بدنا نشتغل نيوميريكال ديفرنشيشن، مش راحين ننظر الى هذه القيمه الايرور، ومش راح ادخل بتفاصيلها. لو انك طالب هندسه او طالب رياضيات قد تكون مهتم بقيمه الايرور هنا، فانا راح اتركها. بس ممكن نطلع الابسوليوت ايرور والريلاتيف ايرور اذا طلب منا ذلك. وهذا الآن القانون الثاني اللي هو الباكورد ديفرنس. أخذنا القيمة ناقص القيمة اللي قبلها. وآخر قانون كان هو إيش؟ السنترد ديفرنس. أخذنا القيمة اللاحقة مع القيمة السابقة لـ X، وهاي طلعنا القوانين. لاحظ هنا القسمة على H، هنا على H، وهنا على الـ 2H، وبينا ليش هنا اتش هنا اتش وهنا 2 اتش. اذا هذه الان الـ 3 main formulas. الان اعزائي الطلبه، هاي امامكم الان ست قوانين، هذول كلهم خاصين بالفورورد ديفرنس فورمولا. لاحظ مثلا هنا أخذنا x والقيمة اللي بعديها x plus h. لاحظ هون أخذنا x و x plus h القيمة اللي بعديها والقيمة اللي بعديها اللي هي x plus 2h. الآن خلني أفسر لك شو اللي موجود على هذه الشاشة. هلا حرف، أنا الآن حتى أميز بين القوانين بحب أعلم طلابي يعملوا كودينج
كودينج او يعطوا كل قانون اسم. هلا حرف الاف كابيتال، هذا اول حرف هو خاص بالفورورد، يعني خاص بكلمة فورورد. بعد شوي راح نشوف نحولها الى بي كابيتال، بتكون خاصة في الباكورد، وبعديها راح نحط حرف السي كابيتال، اذا بتكون خاصة بالسنترد ديفرنس. شوف كلمة ديفرنس اللي هي فرق اللي هو بالدلتا واي دائما، يعني الفرق بين القيمتين. هلا واحد هنا واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاث ثلاث. هنا واحد تعني انا شغال في الفيرست ديريفاتيف، في المشتقة الاولى. اثنين حتى ميز لك انه هذا القانون خاص في المشتقة الثانية. ثلاث حتى ميز لك هذا خاص في المشتقة الثالثة. اذا الان فهمنا شو معنى اف كابيتال وشو معنى واحد. اف كابيتال اثنين، اف كابيتال ثلاث. الان طبعا احنا ما بنحبش نجيب برضه مشتقه رابعه، مشتقه خامسه، خلص يعني. حتى انا في هذا المساق راح يكون تركيزي بس على المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه كطالب كمبيوتر. يعني الان لو عندي اف اربعه معناها فورورد المشتقه الرابعه. الان ناتي لحرف الاي كابيتال هنا والبي كابيتال. تلاحظ اي كابيتال بي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال. الان دائما دائما القانون اللي باخره بي كابيتال بيكون هذا مور اكيوريت، يعني بيكون اكثر دقه. لاحظ الان لو بدنا نطلع المشتقه الاولى معاي هذا القانون، اني اخذ القيمه اللي هي اكس والقيمه اللي بعديها اكس بلس اتش، او اخذ هذا القانون اللي هي اكس والقيمه اللي بعديها اكس بلس اتش والقيمه اللي اللاحقه الاخرى اللي هي اكس زائد 2H. طبعا الجواب اللي هون راح يكون اكثر دقة من الجواب اللي هون. لماذا؟ لانه اخذنا مور بوينتس، نقاط اكثر. فدائما في الديريفاتيف كل ما اخذت قيم اكثر كل ما كان جوابك ادق. فلاحظ معي الان لو افترضنا الان هذه هي الاكس، هاي اكس، وهاي الان نقطة بنسميها اكس بلس اتش. طبعا هذه النقطة راح تكون اكس بلس 2 اتش، على فرض ان المسافة هذه اللي هنا اتش نفسها وهذه المسافة برضو اتش. دائما الاتش اللي هي بنسميها، طبعا الاتش بيسموها الستيب سايز. والآن بدنا نعتبرها احنا بشغلنا هي fixed value، يعني قيمة ثابتة. يعني مثلا لو ال x كانت 5 وال h تساوي 2، هاي راح تكون 7، هذه راح تكون 9، بحيث انه الفرق هون 2 وهون الفرق 2. هذه قيمة ال h او ال fixed size. فالآن إذا أخذنا القيمة هاي إكس مع القيمة اللي بعديها فقط، فأنا شغال في القانون الأول اللي هو F1A. إذا أخذنا هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة اللي هي إكس وإكس بلس إتش واللاحقة، معناها أنا الآن شغال برضه في المشتقة الأولى الفيرست ديريفاتيف، بس بمور أكيوريت سوليوشن، بحل أدق وإيرور أقل. وهنا بالنسبة طبعا القوانين هاي كيف تم إيجادها وكيف تم اشتقاقها، أنت كطالب حاسوب مش معني بهذا الموضوع، أنت مش طالب رياضيات فقط. أنا بهمني الآن تعرف إنه هاي القوانين، وأنا بهمني من طالب حاسوب هاو تو أبلاي، كيف يمكن أن يطبق على هذه المعادلات. إذا الآن بتلاحظ ملاحظة أن هذا الشابتر أو هذا الموضوع اللي هو النيوميريكال ديفرنشيشن هو عبارة عن مجموعة من القوانين، لاحظ كلها جمع وطرح وكذا، وعملية تقسيم فقط لا أكثر ولا أقل. فقط إنك بدك تستخدم الآلة الحاسبة وتعوض محل هذه القيم وتقسم، وبطلع معك بيطلع معك الآن الإجابة. إذا دائما دائما إذا طلب منك استخدم الفورورد، ومش طالب مش طالب منك نقطة أو نقطتين، بتطلع أنت على السؤال. إذا في نقطتين ممكن تستخدم نقطتين، ممكن تستخدم نقطة، بس زي ما حكيت لك دائما دائما القانون الثاني فيهم كلياتهم اللي هو قانون بي، بكون
بكون هذا أكثر دقة من القانون السابق. فإن شاء الله أكون يعني هون الآن قدرنا الآن نميز هذا لهنا يخص المشتقة الأولى، وهذا لهنا يخص السكند ديريفيتيف المشتقة الثانية، وهذا يخص المشتقة الثالثة. الآن طبعا أنا بطلبش من الطلاب حتى يعني حتى في الأيام المحاضرات العادية بطلبش من الطلاب حفظ هذه القوانين، لأنه أنا مش بهمنيش إنه الطالب بس يحفظ القانون، أنا بهمني الطالب يطبق على القانون وليس بحفظ القانون. الآن في الامتحان القادم الامتحان النهائي، هي أصلا الامتحان راح يكون أونلاين، فالقوانين راح تكون هاي بين إيديك، وعندما يطلب منك سؤال فقط بالطول القانون المناسب وبتطبق عليه. الآن نفس الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، بس الآن قوانين تخص الآن الباكورد ديفرنس، والآن الباكورد ديفرنس بدك تأخذ القيمة والقيم والقيمة أو القيم التي قبلها. مثلا الآن لو افترضنا هذه تسمى إكس مثلا، وهذه القيمة التي قبلها إكس ماينس إتش، وهذه برضو القيمة الأخرى إكس ماينس 2H. هذا الآن الأسلوب يسمى اللي هو الباكورد ديفرنس. والآن إذا بدنا نقعد نقرأ بالموضوع، فالآن هنا لهنا هذا خاص في الفيرست ديريفاتيف، وهذا بالسكند ديريفاتيف، وهذا بالثيرد ديريفاتيف. الآن سميناهم كلهم بدين بحرف البي كابيتال اختصارا لكلمة باكورد، وقلنا الواحد واحد هو تعني فيرز ديريفاتيف مشتقة أولى، اثنين اثنين المشتقة الثانية، والسكند ديريفاتيف، ثلاث ثلاث المشتقة الثالثة. والآن ال ال A و B هذا بكون less points وهذا بكون more points، يعني هذا بكون فيه نقط أقل وهذا فيه بكون نقط أكثر، وهذا حكينا high accurate than the first one، هذا بكون أكثر دقة من اللي قبله. وهاي القوانين أمامكم واحد تلو الآخر. لاحظ في القانون الأول إنه أخذنا بس أخذنا إكس، أخذنا إكس مع القيمة التي قبلها، بس أخذنا هاي محاي يعني هون بس هذا الجزء، لكن في القانون الثاني أخذنا قيم أكثر اللي هو هذا هيك. هلا القيم هاي ثلاثة وأربعة وخمسة وكذا حكينا، هاي تم اشتقاقها من قوانين أخرى، وبديش لأن أدخل في تفاصيل عملية الاشتقاق، فقط الآن خذ القانون كما هو. لاحظ عندي هنا H وهنا 2 H، الآن يوم دخلنا على السكند ديريفاتيف دخلنا على H تربيع H تربيع، وهنا H تكعيب، وهنا 2 H تكعيب. حتى لاحظ في الفورورد ديفرنس، برضو في السكند ديريفاتيف في المشتقة الثانية قسمنا على اتش تربيع، وهنا قسمنا على اتش تكعيب، بس تنساش ان هو مضروب باثنين، وبرضو هنا مضروب باثنين. هذه الآن قوانين الباكورد ديفرنس. الآن سأنتقل إلى المجموعة الأخرى اللي هي السنترد ديفرنس، ونفس الشيء الآن قسمناها إلى ثلاث أجزاء. هذا الجزء الأعلى هذا يخص الفيرست ديريفاتيف، وهذا الآن يخص الآن السكند ديريفاتيف، وهذا يخص الآن الثيرد ديريفاتيف. ولاحظ المسميات بدأناهم كلهم بحرف السي، بحرف السي اختصار لكلمة سنترد يعني مركزي، وون المشتقة الأولى، اثنين المشتقة الثانية، ثلاثة المشتقة الثالثة،
وحكينا الـ A less points يعني نقاط أقل، وهنا نقاط أكثر. يعني هنا استخدمنا نقطتين، هنا استخدمنا 4 نقاط. يعني عندي نقطتين قبل، نقطتين بعد، ونقطتين قبل، وهكذا إلى آخره. هون لاحظ بالسكند زي ما ذكرنا قبل قليل، دائما بنقسم على اتش تربيع، وهنا في عندي 12، وهنا اتش تكعيب، وفي عندي هنا الثمانية والاثنين. وزي ما حكيت لك هاي الآن القوانين كلها أمامك، وهي عمليات calculations بسيطة، عمليات حسابية، ونقوم بالتطبيق عليها. أعزائي الطلبة، إلى هنا هذا اليوم سأنهي هذه المحاضرة. بعد أن تعرفنا على معنى الديريفاتيف أو المشتقة اللي هي نفسها السلوب أو الميل، هذا هو التفسير الهندسي للمشتقة، وتعرفنا كيف طلعنا قانون السلوب أو قانون الميل اللي هو دلتا واي على دلتا اكس، وتعرفنا شو الفرق بين الفورورد ديفرنس وبين الباكورد ديفرنس والسنتر ديفرنس. طبعا النقاط كل ما كانت أكثر، كل ما حصلنا على إجابة more accurate أو أكثر دقة. وطبعا إذا بتلاحظ بالسنتر، يعني اطلع هنا بالمشتقة الأولى هاي، أخذنا هنا 4 نقاط، 1 2 3 4، لكن نفس القانون بالباكورد فقط 3 نقاط. نفس القانون بالفورورد أخذنا برضو 3 نقاط. فالآن ممكن الآن نستنتج أنه إذا تم الاشتقاق عن طريق السنترد ديفرنس راح يكون بيتر تشويس، وبكون خيار أحسن وأفضل، لأنه بيعطيني إيرور أقل وإجابة أكثر دقة. فإلى هنا أعزائي الطلبة أنهي هذه المحاضرة، على أمل أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، بحيث نقوم بحل العديد من الأمثلة على هذا الموضوع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.